يلتحق بنا عبر الهاتف من ولاية الوادي الدكتور سلطاني محمد الفاتح، طبيب مختص في الأمراض الصدرية والتنفسية. أهلا بك دكتور. إذا بداية، نسجل ارتفاع في منحى الإصابات بفيروس كورونا، كذلك إصابات بكورونا المتحور يعني من السلالات سواء النيجيرية أو البريطانية، لو تعطينا قراءتك للوضع الصحي العام في الجزائر. أهلا وسهلا، رمضان كريم وشكرا على الاستضافة. حاليا معظم أو جل ولايات الوطن سجلت ارتفاع في عدد الحالات المسجلة لحالات العدوى بفيروس كورونا، وهذا الارتفاع معناها ارتفاع ليس وطني، حتى الارتفاع حتى في دول العالم خاصة دول الجوار سجلت ارتفاع أو دخلت في موجة ثالثة. دول الجوار قبل الجزائر دخلت في موجة ثالثة وسجلت ارتفاع كبير في عدد الحالات، وحاليا في الجزائر نسجل ارتفاع في بعض الولايات، ليست كل الولايات، من معظم الولايات سجلت ارتفاع في عدد الحالات العدوى بالفيروس. والله وهذا راجع خاصة للتراخي في الإجراءات الوقائية، وأيضا لوتيرة التلقيح اللي هي وتيرة او ريتم تلقيح وريتم ضعيف، معناها ماشي الكوفيرتي الفاكسينال مازالها مش كبيره، مازالها صغيره. هذه من بين الاسباب اللي خلت تفشي او زياده الحالات في هذه الايام الاخيره. نعم، طيب دكتور، قلت الان على انه الاصابات ليست يعني على المستوى الوطني، هناك بعض الولايات التي سجلت ارتفاع في عدد الاصابات، لكن نحن اليوم يمكن أن نعود ونسجل نفس السيناريو الذي عشناه في وقت سابق، بما أنه يعني الأزمة صحية عالمية، وممكن كذلك أن نشهد على بؤر جديدة للفيروس. نعم، ذلك محتمل. نتمنى من نلحقش كما الموجة الأولى والموجة الثانية، نتمنى من نلحقوش لكن عدد الإصابات الكبير ويصبح المستشفيات المكتظة، ويصبح عندنا مشكل في إيجاد أماكن في الإنعاش أو حتى في المصالح الأخرى للمرضى. نتمنى ما نوصلوش لهذاك الحد، لأن لحد الساعة مازال ما دخلناش موجة ثالثة، كاين ارتفاع في الحالات بصح لم ندخل في موجة ثالثة. ونتمنى أنه من الجميع أنه يدارك خاصة من المجتمع بتجديد خاصة من الإجراءات والبروتوكول الصحي. نعم، الإجراءات الوقائية حتى لا ندخل، وحتى إذا دخلنا في موجة ثانية ما تكونش موجة كبيرة مثل الموجة الثانية والموجة الأولى. نتمنى ذلك، نقدر نتدارك، لأن سنعود لهذه النقطة المتعلقة بالاحترام للوقاية للإجراءات الصحية. دكتور، قلت لك في البداية على أنه هناك تسجيل الإصابات الجديدة بكورونا المتحور سواء السلالة البريطانية أو النيجيرية، لو نتكلم عن أعراض هذا السلالات. نعم، مثل احنا في ولاية الواد بمستشفى الواد سجلنا عشرات الحالات الإصابة بالسلالة النيجيرية. بالنسبة لأعراض الإصابة النيجيرية تقريبا مثل جميع الإصابات بفيروس كورونا. لم نسجل حالات هنا بالسلالة البريطانية، لكن حسب ما يتحدث العلماء أو أصحاب اختصاص علم المناعة والأخر، يقول لك أنه العدوى درجة العدوى تكون كبيرة بالنسبة للمتحور البريطاني أو المتحور السلالة النيجيرية. على هذا يترقبوا معنا موجة ثالثة تكون معنا أعدادها ضخمة. هذا هو الفرق، ما الفرق الكلينيكي، ما كانش فرق كبير بين الكورونا العادية. بالنسبة للأعراض خصوصا لو توضح لنا أكثر. والأعراض هي نفس الأعراض مثل السابقة، الحمى وضيق التنفس والسعال والأخر، لكن حاليا نسجلوا أنه كان تغير في الأعراض حافل مؤخرا، خاصة سجلوها في بعض الولايات الشمالية كالجزائر والصيف والمسيلة، سجلوا أنه الأشخاص يصابوا مباشرة بضيق التنفس، ما تكونش عندهم حمى أو وهن قبل الإصابة بضيق التنفس. أصبح ضيق التنفس هو من كما نقول هو البريمي سيمبتوم، هو العرض الاول، هو العرض الاول من الاصابه. حسب ما يتحدث واحد، ما حدثت مع زملائي في الصيف وفي الجزائر العاصمه وفي المسيله. وهل كذلك يمكن ان يكون في حالات تختفي فيها الاعراض كليه؟ ما لم افهم السؤال. هل ممكن على انه يكون مثل ما شاهدنا من قبل، هناك حالات ربما تكون حامله للفيروس لكن لا تظهر عنها اعراض، هل هو نفس الشيء بالنسبه للسلالات المتحوره لكورونا؟ توجد بالنسبه للسلالات المتحوره ما عندناش معلومات دقيقه عليها. نعم، لكن هذه بالنسبه للاشخاص الحاملين للفيروس وغير مرضى بالفيروس، هذه توجد في جميع الحالات. نعم،
نعود لتصريحات وزير الصحة دكتور يوم أمس. وزير الصحة يعني كان أعرب عن قلقه بالوضعية التي نعيشها حاليا، وكذلك قال على أن هناك أقسام خاصة في المستشفيات وجاهزة في حالة ما إذا تم هناك وكان هناك ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، في حالة كذلك ما دخلنا في موجة ثالثة. نأخذ ولاية الوادي كعينة، أنتم كأخصائيين كيف تستعدون لهذا الأزمة الصحية إن صح القول في حالة ما زاد وارتفعت حالة الإصابات من جديد؟ والله بالنسبة لاستعداد الموجة أخرى أو زيادة الحالات، احنا سنعمل على إخلاء بعض المصالح وجعلها مصالح استشفاء لمرضى كورونا، وسوف نستنجد بأطباء أو حتى ممرضين من المؤسسات العمومية للصحة الجوارية مثل ما فعلنا في الموجة الأولى، لأن كانت هذه طريقة العمل. وبإذن الله راح الطاقم الطبي والشبه الطبي سيكون على أتم الاستعداد، ونتمنى من الشعب والمجتمع أنه يلتزم بالوقاية حتى ندخل في موجة ثالثة كبيرة إن شاء الله ما يحصلهاش. إلى غاية يوم أمس كان فيها جديد وكان فيه تشديد للإجراءات الصحية، إجراءات الحجر المنزلي. هناك بعض الولايات التي بعدما رفع عنها الحجر دخلت من جديد يعني معنية بالحجر الصحي المنزلي. كيف ترى دكتور هذه الإجراءات المتعلقة بتشديد أو يعني وقت الحجر الصحي؟ ما إجراءات الحجر الصحي أو تجديد الحجر الصحي هي رسالة للمواطن ليعي بحجم الخطر، بأنه في يفرض حجر على ولاية ما يعرف المواطن بأن الفيروس بأن العدوى متفشية في ولاية اللي يسكن فيها، معناها المواطن يحس بخطورة الوضع ويلتزم إن شاء الله بإجراءات كل إجراءات حتى يمنع تفشي الفيروس والعدوى. رغم تواجد إذن اللقاح إلا أنه الحل الوحيد يبقى التقيد بالإجراءات الصحية، هذا ما تشددون عليها أنتم كأخصائيين؟ نعم الإجراءات الصحية تبقى أولوية. بالنسبة للقاح حاليا يوجد اللقاح، لكن التغطية باللقاح حاليا نسبة التلقيح نسبة ضئيلة وضئيلة وضئيلة جدا، نعم، عكس بعض دول العالم اللي كانت فيها نسبة اللقاح كبيرة جدا، حتى من أنهم تقدر تقول استغلوا 80% من إجراءات الوقاية. كدول مثل الكيان الصهيوني مثل السويد مثل بعض الدول كانت فيها نسبة تلقيح كبيرة جدا، معناها حتى هما ما يعيشوش موجة ثالثة حاليا. احنا التلقيح يسير بوتيرة ضئيلة، على عكس معناها ممكن السلطات الجزائرية متمنية انه التلقيح يسير بوتيرة سريعة. بالفعل كانت فيه تعليمات من طرف رئيس الجمهورية. نعم. هي يبقى المشكل في توفير اللقاح، لأن كاين في السوق العالمية كان بعض المشاكل في توزيع اللقاح في شراء اللقاح، هذا هو اللي ما خلاش التموين بكميات كبيرة. ونقطة واحدة أخرى، كان بعض أفراد الشعب أفراد المجتمع مش متقبلين فكرة اللقاح، نحاولوا تدريجيا ندخلوا فكرة اللقاح العامة لكافة أفراد الشعب، وإن شاء الله نتمنى على القريب العاجل تكون نسبة التلقيح كبيرة. حاجة واحدة أخرى، التلقيح نقولوا فكره للناس بان التلقيح الانسان اللي يتلقى التلقيح راح يكون محمي بنسبه كبيره من العدوى بالفيروس، معناها مش 100% ما راحش يكون معني بالعدوى بالفيروس، وحتى اذا اصيب لا قدر الله راح تكون اصابه خفيفه لا تستدعي ادخاله المستشفى او الانعاش. يعني حسبك دكتور اليوم يجب كذلك ان يكون في حملات تحسيسيه اكثر من حيث يعني للمواطن لكي يعرف مميزات او على انه هذا اللقاح ربما ما يشكلش عليه خطر. نعم يجب ذلك حتى لان اللقاح لا يشكل خطر، لان اللقاح قبل استعماله على جميع قبل ادراجه في السوق يكون جرب على عدد كبير من الاشخاص قبل يكون فيه تجارب سريريه قبل. معناها اللقاح نقدر نقول امن بنسبه 99.99%. تبقى بعض الاعراض الجانبيه الخفيفه هي معروفه في جميع اللقاحات، وهذا هو. دكتور سلطاني محمد الفاتح مختص في الأمراض الصدرية والتنفسية، كنت معنا على المباشر من ولاية الوادي، نشكرك على كل هذه التفاصيل.